ينتظر التيار الأزرق أن يعود رئيسه سعد الحريري إلى بيروت ليحسم موقفه النهائي تجاه المشاركة في الانتخابات النيابية بعد أن يعقد اجتماعات مع نواب كتلته النيابية ومنسقي المناطق في تيار المستقبل لدراسة الموقف انطلاقا من المعطيات الميدانية والسياسية ليخرج بقرار نهائي. وفي حال اختار الحريري الترشح على رأس لائحة وازنة، هل يلجأ إلى حليفه المسيحي؟ في المدى المنظور يبدو أن تحالف المستقبل مع القوات بعيد المنال، ولا سيما بعد السجال بينهما. بس تقلك من هلأ نحن متحالفين مع القوات اللبنانية، بقلك لا، وتقلك نحن في خط أحمر بالتحالف مع القوات اللبنانية كمان، بقلك لا. قلت لك الخطوط الحمر تبعنا وين، وغير هيك ما في عنا إشكالية مع حدا. صراحة بقلك إذا بدي أحكيك هلأ أنا أرقام بأرقام انتخابية، بصراحة بقلك ب90% من الدوائر مصلحة المستقبل يكونوا بلائحة لوحدهم، ب90% من الدوائر. طبعا عم نحكي أرقام، هلا إذا عم نحكي أرقام انتخابية 90% من الدوائر مصلحتهم يكونوا لوحد. هلا إذا بدنا نحكي سياسة، قلت لك نحن بالسياسات العامة متفقين، في بعض الأمور الشخصية من هنا أو من هناك ما في مشكل، هيدي بالانتخابات بتصور بيلتقي لحلول إذا كان في مصلحة مشتركة للفريقين يكونوا سوا. القوات اللبنانية من جهتها أعلنت التعبئة الحزبية الشاملة من أجل خوض المعركة الانتخابية، معتبرة أنها معركة إنقاذ لبنان ومعركة التخلص من الواقع المزري لتحالف حزب الله والتيار، وتؤكد أن خريطة تحالفاتها لم تتضح. اليوم ما في تواصل، وللأسف أنه بعد ما صار هذا التواصل، نحن بنتمنى أنه يكون في تواصل بين كافة القيادات اللي بتطمح على أنه تحرر لبنان من قبضة حزب الله ومن تسلط الفريق التيار العوني على البلد، ولكن اليوم ما في تواصل بين دكتور جاجع والشيخ سعد الحريري. بده يصير في تواصل بين القيادات للتفاهم على شوائب اللي كانت عم تمرق فيها 14 أذار، واللي خلتها أنها تفشل بأنها تترجم مطالب الشعب اللبناني اللي انفجرت بثورة الأرس وتردداتها رجعت فجرت ب 17 تشرين. اليوم إذا بده يصير فيها التواصل بين هالقيادات للاتفاق على خطة حقيقية يعني لعملية الإصلاح. حتى اللحظة يمكن القول أن مشهدية التحالفات الانتخابية لا تزال ضبابية وتحتاج إلى أرقام واستطلاعات جادة ليبنى على الشيء مقتضاه بعيدا من الإيل والآل السياسي. توني منصور، قناة الجديد.